إذا متتبعي شفتي في الأوفياء مباشرة معكم من مدينة تطوان، فد البث المباشر مع فرقة العسل للفولكلور المغربي. هاد الفرقة اللي سنوات على التأسيس ديالها مرت، وكل مرة كيطوروا في العمل ديالهم، فكانت واجدوا معكم حنايا هنا في مدينة تطوان متتبعين الأوفياء، متتبعي قناة شفتي في قناتكم قناة الشعب. فمع هاد الفرقة، مع الناطق الرسمي ديال هاد الفرقة، غنحكيو بداية هذه الفرقة والأعمال اللي قاموا بها، وكذلك هيتحدث معنا على المشاركة الأخيرة أو التمثيلية الأخيرة اللي شاركوا فيها في المملكة العربية السعودية بدعوة من وزارة الثقافة للمملكة السعودية. فطبعا هذه الأمور كما نتحدث فيها في البث المباشر، ولكن بداية أبدأ معنا سي منير. قلنا المجموعة فوقاش تأسست وفوقاش بدات، وكيف كانت البداية ديالها والعمل ديالها كيفاش من هو؟ فخليكم مع سي منير. سي منير تفضل معنا في البث المباشر. السلام عليكم ورحمة الله، تحية متابعين مجموعة العسل، وتحية متابعين قناة شوف تي في. اليوم إن شاء الله يا ربي نتحدثوا على مجموعة العسل الغنية عن التعريف طبعا، ونعرفوا الناس اللي حتى هما ما كيعرفوناش شي. فمجموعة العسل هي مجموعة الفولكلور متنوع، يعني تأسست حوالي سنة 1997، تما كانت الانطلاقة ديال مجموعة العسل. هاد المجموعة اللي كنحاولوا مثلا نقدموا جميع الفولكلورات ديال التراث المغربي، كيما كيعرفوا المغاربه، يعني التراث المغربي اللي كيسخر مجموعه ديال الفولكلورات، منها الفولكلور ديال القناوي، العيساوي، الملحون، الشعبي. فاحنا في هذه المجموعه كنحاولوا يعني نمثلوا هذه الفولكلورات كامله، ونقدموهم يعني بواحد الطريقه خاصه ديالنا، وكنحاولوا نبدعوا فيهم، وكنحاولوا نقدموا يعني واحد الاضافه على هذه الفولكلورات، ونقدموا مثلا واحد اللمسه خاصه ديال مجموعه العسل. فهذا الشيء اللي خلانا كنتميزوا على باقي الفرق، يعني ما نقلوش من الفرق. الحمد لله كل شيء عنده البركه ديالو، وكل شيء يعني كيتميز بواحد اللون ديالو. فاحنا الا تحدثنا على مجموعه العسل، فهي مجموعه اللي كتقدم هذه الفولكلورات بواحد الطابع خاص، يعني كنحاولوا نبدعوا في هذه الفولكلورات، وهذا هو السبب الرئيسي اللي خلى يعني مجموعه ديال الوزارات خارج ارض الوطن، يعني خارج المغرب، اللي كيقدمونا واحد الدعوه للمشاركه في بعض المهرجانات. الاخير منها كانت دعوه من وزاره الثقافه السعوديه اللي شاركنا فيها مؤخرا، وكانت واحد المشاركة ناجحة بالتوفيق من الله عز وجل. الحمد لله يعني وفقنا الله عز وجل وشاركنا في هذا المهرجان، وكانت مشاركة ناجحة الحمد لله. سيمون قبل ما نعود على المشاركات نمشي معك شوية بشوية، فقلتي بديتم 97، 97 واش باقي معكم شي شخص اللي كان المؤسسين ديال المجموعة، ولا المجموعة كاملة دخلت عملت حادثة وكتضم دابا شباب؟ كيف ما قلت الاخ الكريم، فكانت الانطلاقه في 1997. يعني كيف ما كيعرف الجميع ان مجموعه العسل يعني بدلت الجيل ديالها، يعني كانوا الناس اللي اسسوا هذه المجموعه الناس اللي هما يعني بداوا يعني الكارير ديال هذه المجموعه. فالمجموعه هي ما شويه كتطور، كانت المجموعه يعني كتكون في 6 الافراد، احنا الحمد لله دابا 14 فرد او 15 فرد. فالحمد لله احنا دخلنا تحسينات على هذه المجموعه، ودخلنا افكار جديده، والحمد لله احنا ماشيين مع العصر، وماشيين مع يعني مع اللي كيطلبوه الجمهور. يعني كنعرفوا بان الفولكلور هو ماشي هو كيتطور، هو ماشي هو كيتقدم. فاحنا الحمد لله يعني بالتوفيق من الله عز وجل استطعنا اننا نواكبوا العصر، واستطعنا اننا يعني نمشيو مع الموجه ديال الجديد، سواء في الفولكلورات، سواء في الالوان اللي كنقدموها، سواء في الالبسه، سواء يعني في
في هذا المجال ديال الموسيقى. والحمد لله احنا معروفين بالإبداع، معروفين يعني بـ 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 بالجديد، معروفين يعني بـ بـ بأفكار يعني كنبدعوا فيها. وهذا الشيء اللي خلى مجموعة ديال الفرق المغربية يعني اللي كيحاولوا يقلدوا مثلا مجموعة العسل، سواء في اللبس ديالهم، سواء في طريقة الأداء ديالهم. وهذا الحمد لله رجع النجاح اللي ناجحين به الحمد لله يا ربي. وهذه بشهادة من عند الجمهور ديالنا الحمد لله، ومن عند المنابر الإعلامية اللي كيهتموا بينا، ومن عند الناس اللي كيثقوا فينا، ومن عند الوزارات يعني اللي كيقدموا لنا يعني الطلب المشاركة في بعض المهرجانات. سيمون، البداية ديالكم في المجموعة، أنت يعني دابا كناطق راسي ديال المجموعة، فوقاش بديت؟ فوقاش المجموعة عرفت الانطلاقة ديالها، يعني أوج الانطلاقة باش تعرفت على مجتمع تطوان وخارج تطوان؟ فكيف ما ذكرنا الأخ الكريم، كانت الانطلاقة في عام 1997، فهي كانت بداية، فكانت بداية في مدينة تطوان. ففي البداية يعني بقات تمشي المجموعة بهذا يعني بهذا النمط هذا، ويعني بالإبداع. وحتى وصلنا يعني في 2000 ناس، 2002، 2003، 2004. فالحمد لله هنايا كان واحد تغيير، واحد تحول كبير اللي عرفته المجموعة. فهنا بدأت المجموعة في 2005 بالضبط، يعني كان عندنا أول مشاركة في المهرجانات. فقبل 2005 كانوا عدة يعني حفلات، عدة كيف ما كتعرفوا أعراس، يعني حفلات محلية. فبداية 2005 كان يعني كيف ما كنقولوا واحد التوهج، كانت واحد الانطلاقة القوية ديال مجموعة العسل في المهرجانات وفي الساحة. يعني في هذاك العام بالضبط يعني عرفونا المغاربة كاملين تقريبا الحمد لله. ملي كنقولوا المغاربة كاملين كنذكروا حتى الجالية المغربية يعني خارج أرض الوطن. الحمد لله عندنا متابعين خارج أرض الوطن اللي كيتابعونا، سواء في الديار الأوروبية أو في الخليج أو في باقي أنحاء العالم. كنوجه لهم التحية من هذا المنبر. فمن هذيك السنة هذيك وحنا ماشيين يعني في هذه المشاركات هذه في عدة مهرجانات، سواء داخل أرض الوطن أو خارجها. ف إلى تكلمنا يعني على الإضافة اللي قدمناها المجموعة، أو السبب الرئيسي اللي جعلنا نكون احنا متألقين، فكانت هي مثلا خلقنا شي أفكار، حاولنا نبدلو في اللباس. وهذا هذه هي الفكرة الأولى اللي خطرت على بالنا باش تعرفنا يعني في المغرب كامل. فإلى كنا كنعرفوا بأن الفولكلور أو التراث المغربي كان كيعتمد على اللباس التقليدي، يعني اللباس التقليدي أو الجبادور أو الجلابة. فاحنا جاتنا فكرة، فلما لا قلنا نغيره ونعمله لباس كلاسيك، يعني نعمله لباس كلاسيك في الفولكلور مغربي. فالحمد لله كانت في الأول يعني فكرة كنا مترددين، يعني واش يعني هتكون ناجحة هذه الفكرة هذه. فاقترحناها على باقي أعضاء المجموعة من اللباس التقليدي، بدينا كنخدموا فولكلور مغربي بلباس تقليدي. فكانت أول مجموعة في المغرب اللي كتخدم باللباس يعني كلاسيك، يعني لباس عصري كيف ما كنقولوا، الكوستيم وكرافات وبابيون ديكشي. فالحمد لله لقات هذه الفكرة إقبال، عطينا واحد الصورة مغايرة على اللي كيعرفوا الناس. يعني الناس كيعرفوا بأن الفولكلور المغربي يعني كيقتصر غير على الجلابة والجبادور واللباس المغربي. فاحنا حاولنا ندخل واحد اللباس يعني عصري، واحد اللباس اللي هو كلاسيك. والحمد لله كانت فكرة ناجحة، والحمد لله يعني المغاربة كاملين تفاعلوا مع هذاك اللباس هذاك، وتميزنا به وتعرفنا به في باقي مدن المملكة. يعني عرفونا المغاربة كاملين غير من خلال ذاك الطريقة اللباس ديالنا. وهذا الشيء اللي جعل يعني باقي الفرق المغربية كاملين يعني قلدونا. فإلى لاحظتي دابا هاد القائمة مثلا الفرق المغربية كاملين يعني من تطوان، طنجة، الكويرة، كل شيء كيلبس يعني اللباس كلاسيك في الفولكلور المغربي. وهذه كانت فكرة ديالنا، فكرة يعني اللي احنا يعني بدعنا فيها وحنا اللي صممناها، والحمد لله نجحنا فيها. والحمد لله دابا المغاربة كاملين كيخدموا هكذاك. وهذه كانت هي فكرة ما عند مجموعة العسل. البداية كانت بالأعراس،
شي عاوز خلي لكم شي ذكرى يعني مزيانه باقي راس حاط الذكرى ديالكم. طبعا اخي الكريم، دابا حنا يعني التخصص ديالنا وكنا كنحيو الاعراس والحفلات طبعا، وباقي لحد الان يعني كان، وهذاك هو المصدر ديال الرزق ديالنا، هو بان كنحيو الاعراس والحفلات. فكيف ما كيعرف الجميع ان حيينا مجموعه ديال الاعراس ومجموعه ديال الحفلات، سواء في المدينه ديالنا تطوان او في النواحي العرائش وطنجه واصيله ولا في باقي مدن المملكه، الدار البيضاء، مراكش، الرباط، يعني في تقريبا في المغرب كامل. فهما الاعراس كاملين كيبقاو راسخيننا في البال، بما يعني كنلقاو بواحد الترحيب عند الناس، والحب ديال الناس اللي كنخدموا لهم، والعرايس يعني اللي حصلنا الشرف وكنحضروا في الاعراس ديالهم يعني، والحب ديال الناس يعني اللي كيكونوا حاضرين معنا، والتفاعل اللي كيتفاعلوا معنا. والحمد لله فيما كندخلوا شي عرس او شي حفله فكنتلاقاو واحد الترحيب وواحد يعني بواحد 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 الاستقبال عند الناس، سواء مولي الفرح، مولي العرس، او الناس اللي حاضرين. فا الى بغينا نقول يعني العرس اللي او الفرح اللي يكون بقى راسخ في الذهن ديالنا، فما نقولوا مثلا الاعراس كاملين، ما استثناو حتى شي عرس، الا يكون كان عندنا واحد العرس اللي هو خارج ارض الوطن، هذاك عرس مغربي كان خارج ارض الوطن، هذاك عرس يعني اللي كان راسخ في الذهن ديالنا، حيتاش كان فيه واحد الطقوس مغربيه في خارج البلاد، يعني هذاك عرس ما نساوهش، حيتاش كان في واحد الدوله فيها واحد الناس يعني غرابين، واحد الناس يعني كيف ما نقولوا برانيين، هو كان في دوله الهند، وكان فيه طقوس مغربيه، وكان فيه يعني لباس مغربي، وكان فيه الوان مغربيه، وكانوا فيه مغاربه قلال، الى ما خانتني شي الذاكره يعني يكون واحد 20 المغاربه والتباقي كاملين الهنود، وكانوا فيه ممثلين من هوليود وممثلين يعني عالميين. فهذا العرس هذا يعني ما هو اللي يبقى راسخ في الذهن ديالنا مدى الحياه. وبالنسبه للمهرجانات، هما المهرجانات كاملين الحمد لله اللي شاركنا فيهم، الحمد لله اي مهرجان شاركنا فيه يعني كيبقى راسخ في الذهن ديالنا، وسواء المهرجانات اللي داخل ارض الوطن او خارجها. والمهرجان اللي هيبقى راسخ في الذهن ديالنا ان شاء الله يا ربي هو هذا الاخر اللي في المملكه العربيه السعوديه، لعده اسباب. والاولها بان هذا المهرجان كان عندنا فيه يعني الصعود للمنصه 10 ايام متتاليه، ما طلعناش واحد المره، طلعنا 10 ديال المرات، يعني كنا 10 ايام كنطلعوا، كل نهار كنطلعوا للصين. فالمهرجانات اللي سبقوا كنا كنطلعوا نهار او يومين، يعني كنطلعوا جوج مرات في المهرجان. فهذا المهرجان هذا كان فيه 10 ديال الطلعات ديال المنصه، طلعنا 10 ديال الطلعات. فكل مره كنحاولوا نقدموا فولكلور، كل مره كنحاولوا نقدموا لون مغربي، مره كنقدموا اللون القناوي، مره كنقدموا العيساوي، مره كنقدموا الشعبي، مره كنقدموا الملحون، مره كنقدموا مثلا الدوره ديال العمريه المغربيه، ولا الدوره كيف ما كيقولوا الدوره مخزنيه. فالحمد لله هذا علاش بقى راسخ في الذهن ديالنا هذا، وان شاء الله يبقى راسخ في الذهن ديالنا، هو في النهايه ديالو في اخر المطاف يعني ملي سالينا هذا المهرجان الحمد لله ادينا العمره. وهذه كانت واحد المساله اللي كنا كنتمناوها من الله عز وجل وربي وفقنا، وهذه المساله يعني كنتمناها لاي مسلم، واي مسلم كيتمناها. فهذه المساله هذه يعني صعيب بان ومستحيل ان شي انسان يعني ينسى بانه ادى العمره وبانه وصل ذاك المقام. والحمد لله ربي وفقنا الحمد لله وبفضل الله عز وجل، يعني في النهايه هذا المهرجان كان عنده صله بالاداء ديال العمره. فلهذا السبب يعني ما نساوش هذا المهرجان هذا مدى الحياه ان شاء الله يا رب. شي ذكرى راسخه بين مجموعه العزاء مع شي فنان مغربي؟ طبعا يعني عندنا علاقات الحمد لله، علاقات يعني وطيده وعلاقات قويه مع باقي الفنانين، سواء الفنانين التطوانيين او لا فنانين يعني اللي معروفين في المغرب كامل، سواء الكوميديين او الفنانين يعني الغناء او لا يعني المشاهير ديال الممثلين. فكان عندنا بعض الطرائف، بعض الصدف اللي تلاقينا بهم بعض الفنانه، والحمد لله يعني معظمهم ولا ما نقولوش يعني كاملين كيدعمونا الحمد لله، وكيأيدونا ويعني وكيتفائلوا بان بهذه المجموعه ان شاء الله هيكون عندها واحد طابع كبير، وان شاء الله تمشي بعيد ان شاء الله يا ربي.
فالحاجه اللي كتبقى راسخه دائما من غير طرائف هو داك التحفيز اللي كيحفزونا الفنانه، وخصوصا المشاهير والناس اللي واصله في هذا المجال في هذا الدومين، يعني كيحفزوك بشي كلمات وبشي مواقف ويدعمونا. والحمد لله الحمد لله، هذا الشيء هذا يعني كنشوفوه مع عند الناس كبار اللي هما معروفين في الساحه الوطنيه، سواء في الشاشه المغربيه، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي. فأما هذا المنبر يعني كنوجه لهم التحيه، واي فنان مغربي اللي كيدعمنا، واي فنان مغربي اللي وجهنا نصائح، واي فنان مغربي اللي دعمنا. وكنشكر الفنانين التطواني على الدعم ديالهم، وعلى راسهم الفكاهيين والثنائي حسن ومحسن اللي كيدعمونا بواحد القوه. وهذا المنبر كنعاودو نوجدو لهم التحيه، وتحيه لجميع الفنانين والناس اللي كيعرفونا والناس اللي كيدعموا مجموعه العسل. إلا قلنا احنا الحمد لله فوقتاش ما احتاجونا الناس كيجبرونا، الحمد لله يا ربي. ولكن يعني الفترة اللي هيكون صعيب مثلا باش تجبر مجموعة العسل، وهي الفترة اللي نقولو كيكون فيها الضغط ديال الخدمة، والضغط ديال الأفراح، والضغط ديال الأعراس، كيف ما كيعرف الجميع. فإلا قلنا مثلا الصيف شهر 7 و8، فهذا الوقت اللي كيكون علينا واحد الضغط وواحد الطلب كبير. فهاد الوقيته هادي يعني كنكونوا مشغولين بزاف، وكيكون علينا ضغط لكثره الاعراس وكثره الطلبات. وكنحاولوا في هاد الوقيته هادي يعني نرضيو جميع الزبناء ديالنا، وجميع الناس اللي تاقوا فينا، وجميع الناس اللي اختارونا اننا نمثلو لهم في الاعراس والحفلات ديالهم. فهذه هي الوقيته الصعبه اللي محال تجبر فيها مجموعه العسل، يعني من الخدمه حتى النعاس ما كنعسوش، وهذا اللي كاين. وصراحة هو كان شرف كبير لنا من تلاقينا دعوة رسمية من عند وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية، يعني كانت مشاركة رسمية من وزارة الثقافة السعودية. فالحمد لله كانت واحد الفرحة كبيرة، ولكن احنا عرفنا بأن عندنا مسؤولية، فهذا تكليف أكثر ما هو تشريف. فالحمد لله يا ربي وفقنا الله عز وجل ولبينا الدعوة، لبينا الدعوة ومثلنا المغرب أحسن تمثيل الحمد لله يا ربي. بصمنا على حضور قوي، تفاعلوا معنا ناس يعني في الفولكلور وفي التراث اللي قدمنا لهم، تفاعلوا معنا، استقبلونا أحسن استقبال الحمد لله، ناس طيبين. ما صراحة الجمهور السعودي جمهور يعني عشاق، جمهور يعني اللي كيقدر الفنانة وكيقدر الفن. ووزارة الثقافة السعودية نفس الشيء، يعني واحد الوزارة يعني اللي كتقدر الفنانين، وكتقدر يعني الفولكلورات، وكتقدر يعني الناس اللي كيبذلوا واحد المجهود في العمل ديالهم. فالحمد لله يعني استقبلونا أحسن استقبال، تعاملوا معنا أحسن معاملة الحمد لله، سواء الجمهور اللي تفاعل معنا في الايام اللي طلعنا فيها المنصات كامله، تفاعلوا معنا ومع الاهازيج كامله، مع القناوي، مع الشعبي، مع العسوي. حنا كنعرفوا بان التراث المغربي والفولكلور ديال التراث المغربي يخلي اي واحد يعني يتفاعل معك، واي واحد ينشط معك. فاحنا الحمد لله قدمنا هذيك الفولكلور وهذيك التراث على احسن وجه، كان واحد التفاعل كبير وكبير جدا جدا مع عند الجمهور السعودي، ولا الجمهور الدول اللي كانوا حاضرين تما، الناس ديال الامارات والناس ديال قطر والناس ديال عمان، وباقي يعني جمهور من جميع انحاء العالم. وزارة الثقافة ما نساوش الفضل ديالهم، ما نساوش الترحيب ديالهم، كنشكرهم على الظروف اللي وفرونا، سواء في الإقامة، سواء في الأكل، سواء في المقابل ديال المشاركة في هذا المهرجان، سواء يعني في الظروف كاملة اللي قدموها لنا. فتحية لهم من هذا المنبر، كنشكرهم جزيل الشكر، وكنشكروا الشعب السعودي على المحبة اللي بيناتهم مع المغرب. فأخي الفاضل، الطموح ديال مجموعة العسل، احنا كباقي الفرق كنطمحوا بأن نكون واحد المجموعة عالمية، كنطمحوا بأن إن شاء الله يا ربي يكون عندنا واحد الأثر، في واحد الصدى في المغرب، واحد الصدى قوي
ان شاء الله يا ربي يكون عندنا جديد، ان شاء الله يا ربي هيكون عندنا يعني تصوير ديال الكليبات، هيكون عندنا ان شاء الله تصوير ديال الفيديوهات يعني اللي هتعجب وهتنال الاعجاب المغاربه كاملين ان شاء الله يا ربي. الطموح ديالنا هو المشاركه في مهرجانات عالميه ان شاء الله، ولما لا ان شاء الله سواء حتى داخل ارض الوطن طبعا، والمهرجانات عالميه ان شاء الله يا ربي، كيف ما مثلنا المغرب في هذه المهرجانات اللي فاتوا، ان شاء الله نمثلهم في مهرجانات اللي جايين ان شاء الله يا ربي الا تلاقينا شي دعوه. وهذا كيكون اكبر طموح، وفي الاخير كنطلبوا من الله عز وجل انه يوفق الجميع ويوفقنا احنا ان شاء الله يا ربي. والكلمه الاخيره هو كنوجه الشكر لاي واحد كيساند مجموعه العسل، كنوجه الشكر للمتابعينا، كنوجه الشكر يعني الناس اللي كيحبونا، المتابعين مجموعة العسل سواء داخل المملكة المغربية أو خارج المملكة المغربية، كنوجه الشكر يعني لأي واحد دعمنا وأي واحد ساندنا وأي واحد شكرنا، أي واحد اتصل بينا وأي واحد يعني فرحنا وأي واحد يعني كيفتخر بينا، كنوجه الشكر للناس اللي كيدعمونا كاملين. وعلى رأسهم الوالدين ديالنا، كنوجه لهم أحلى تحية، الوالدين ديالنا كاملين والزوجات ديالنا، كنوجه تحية لباقي أفراد المجموعة سواء اللي حاضرين معنا هنايا أو اللي ما حاضرينش، يعني بهم حنايا كنستمروا في العطاء، وكنستمروا في الإبداع إن شاء الله يا ربي، ما يكونش التوقف إن شاء الله، ديما نكونوا عند حسن الظن المتابعين ديالنا. وجزيل الشكر لقناة الشعب، قناة شوف تي في، على الدعوة وعلى الاهتمام بأخبار الشعب وخصوصا أخبار المجموعة. متابعينا الأعزاء، كنشكركم على متابعتكم لهذا البث المباشر في هذه التغطية مع مجموعة العسل وبداية دايرة إلى الطموح ديالهم، فشكرا على المتابعة. Thank you.